السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها حسام عاشور موجود في النادي الاهلي، ولا الموضوع ده لسه يا كابتن لم يحسم مع نفسك؟ لا انا موجود في النادي الاهلي، يعني انا كان يعني الاول كان بيجي لي عروض، وانا الفتره كبيره جدا كان بيجي لي عروض، فعلى طول اي مدير كوره كان بيجي يقول لي مثلا كان بيجي لي عروض بره وبفلوس اضعف من اللي انا كنت باخدها في النادي الاهلي بكتير جدا، والناس يعني تعلم هذا الكلام. بس كان اي مدير كوره بيبقى موجود، كابتن سيد، كابتن مختار بدري قبل كده، كابتن محمد يوسف، بيقول لي النادي الاهلي محتاجك وما ينفعش تمشي. فعلى طول المفاوضات، والله يا كابتن سيد مش ببالغ، واسال اي حد كمان، كابتن سيد عبد موجود معاك، المفاوضات مش بتقعد مثلا اسبوع ولا اقول لك ثلاث اربع ايام، هو يعني بتعيش فبمضي، يعني بيجيب لي العقد على قبضه وبمضي على طول. ده حب في النادي الاهلي، انا اتربيت في النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي بيعامل حسام عاشور ازاي، وعارف ان حسام عاشور على طول بيدي 100% حتى لاخر نفس فيه. ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي طبعا. مفيش حد يشكك في حسام عاشور وتاريخه ولا اخلاقياته ولا ادائه ولا انتمائه الحقيقه للنادي الاهلي. احيانا ساعات تحس ان انت ربنا اداك من وسع في النادي الاهلي، ولكن كان عندك يعني حقك راح شويه مع المنتخب، ولا الامور دي تتفهمها؟ انا بتفهمها، يعني انا يعني كنت انا فتره كنت كويس جدا مع كابتن حسن شحاته، ما كانش بياخدني ساعتها، بس انا بقول يعني عندي وجهه نظر، انا لو مش مرغوب فيا في مكان، انا لو جاي لك بيتك مثلا كابتن سيف وانت مش حابب ان انا اجي عندك، فخلاص انا هتفاهم ده ومش هاجي عندك تاني، او مش هخش بيتك تاني. فانا بتفاهم الموضوع ده، هو سياسه لعيب ما تناسبش الناس اللي بتيجي، مع ان انا اتمرنت مع مدربين كتير اجانب، وفي النادي الاهلي جه مدربين كتار جدا اجانب، والحمد لله كنت رقم واحد موجود معاهم، بس ما اعرفش فئات المنتخب دي هي نصيب في الاول وفي الاخر. وانا بقول لك زي ما بقول على طول، انا مش مرغوب فيها في المنتخب، وانا موجود في بيت النادي الاهلي والحمد لله بحقق القاب، بطلع اسمي انا والفرقه كلها بتطلع اسم النادي الاهلي يبقى رقم واحد طبعا. ان شاء الله يا كابتن تكسر الدنيا وتبقى الاكثر القابا وتحقق كل احلامك وطموحاتك، سواء مع النادي الاهلي او المنتخب الوطني، ويظل حسام عاشور اسم كبير يعني بادائه وباخلاقياته داخل النادي الاهلي. ربنا يخليك، اتمسكت متشكر طبعا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام عاشور، كابتن النادي الاهلي ونجم طبعا النادي الاهلي، وتاريخ كبير جدا من البطولات، وتاريخ كبير جدا من الانتماء، وتاريخ كبير جدا من الاخلاقيات. على فكره يا جماعه، الكوره مش بس اداء، ولا الكوره حرفنه، ولا الكوره جوال، ولا الكوره بطولات، الكوره كمان اخلاقيات. الكوره الحقيقه التاريخ دايما يقول على الهدوء، دايما الهدوء يطول نفسك في الملاعب بشكل كبير، وشفنا كل الاسامي الكبيره اللي التاريخ كتبها كانت التزام، منها احمد حسن ومنها ناس كتيره جدا جدا جدا، مش عايز يعني اقول اسامي، كابتن محمود الخطيب وكابتن ايمن يونس، كابتن طارق يحيى، التزام كبير جدا. دايما الشخصيه الهادئه هي اللي نفسها طويل، وهي اللي تكمل بشكل كبير جدا في الملاعب.